تقديم خططهم الخدمية للعمل بها خلال الفترة المقبلة. رئيس المجلس صباح البزوني قال خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي عقد في مبنى المجلس إن الاتفاق جرى على أن تقدم الخطة خلال الأسبوع المقبل وتكون ملزمة لمديري الدوائر بتنفيذها وملزمة أيضا للحكومة المحلية بتوفير المستلزمات الموجودة للدوائر. ودعا البزوني خلال المؤتمر الحكومة الاتحادية والوزراء المعنيين بمساندة ومساعدة الدوائر الحكومية وحكومة البصرة في أداء خدمتها لأبناء المحافظة. مشاريع الماي، مشاريع الخدمات المجاري، بالإضافة للكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع البلدية والبلديات هي مشاريع اهتمام، بالإضافة إلى مشاريعنا السابقة يجب أن تعاد إلى العمل، وهناك بالنسبة حركة اليوم داخل محافظة البصرة بإعادة للعمل أكثر تقريبا من 150 إلى 200 مشروع أعيد للعمل. قرار 347 تقريبا إحنا راح يكون بمعزل عن هذا القرار بإرجاع مشاريعنا، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية جديدة. ندعو أيضا الحكومة الاتحادية والوزراء المعنيين بمساندة ومساعدة دوائرنا ومساعدة مجلس المحافظة والمحافظة في أداء خدمتها لأبناء البصرة. الكل مسؤول عن أداء الخدمة وترد الخدمة داخل محافظة البصرة، مسألة التنظيفات، مسألة الماء، مسألة المجاري، مسألة الكهرباء.